اهلا بكم في برنامج عيله وخلو. النهارده هنتكلم في سامسونج جالاكسي اس 6 المواصفات بتاعته. هناخد راي المصريين وهنشوف رب يعجبك رب باشا. معلش بس ثانيه كده شكلك كده. ايه رايك تعرف مواصفات سامسونج جالاكسي اس 6؟ لا بصراحه ما سمعتش ولا اي حاجه. طب نتشرف باسمك. معاك تليفون نوع ايه؟ اندرويد. شغال مع حراك حلو. طيب حضرتك تعرف ان سامسونج جالاكسي اس 6 لو حطيته ورميته من الشباك بيرجع لك تاني ازاي؟ هو في من تحت مغناطيس بيروح عند الارض من الجاذبيه ويروح راجع تاني. طب دلوقتي بقى ممكن بقى انت هو الناس بتستخدمه تدفع 120 جنيه كل اول شهر اشتراك كده عامل زي النادي. انت ماشي في الشارع والبلطجيه طلع عليه تطلع التليفون تدوس على زرار معين في التليفون اضرب منه. ازاي؟ تحطي له طلقه من مكان السوكت بتاع السماعه وتروح دايس على الزرار يروح ضارب الطلقه. الطلقه دي ب 2 جنيه. اقل من 2 جنيه. اقل من 2 جنيه باين. حي طبعا. حضرتك تعرف كمان ان لو التليفون مسكته جبت عليه سكينه وقطعته مش هيتكسر. ممكن تقطع عليه فواكه اي حاجه حضرتك عايزها. ولو جبت شاكوش ودب فيه كده ما يتكسرش خالص. يعني هو قوي جدا. لو حرامي طلع عليك على عليك في الشارع تقدر تثبته وتحط له الكتريك في الموضوع ده كويس جدا. سامسونج منزلاه. مش بس ما بينزلش في المايه بس بينزل في اي حته ممكن تنزله بحر تحت التراب تحت التراب اي تليفون مثلا يبص سمات لا ده عايش تحت